Bonjour, quel درس اليوم عن تاندمي رياكسيون؟ شو تعريفه وكيف نقدر نجيب تاندمي رياكسيون؟ حنبلش في البداية بتعريف التي ام دي مي. تاندمي رياكسيون سي لو تون او بو دوكيل لا مواتيي دو رياكتيف ليميتون اي كونسومي. مثل ما الاسم بدل ديمي رياكسيون بكون مشيت بكون خلص نص الرياكتيف ليميتون، يعني في اول رياكسيون في اخر رياكسيون في نص الرياكسيون، فاذا هالوقت اللي بيخلص فيه نص الرياكتيف ليميتون هو تاعنا، يعني هذا التعريف للحفظ. فزان سي لو تون او بو ديكال لا مواتيي دو رياكتيف ليميتون اي كونسومي. كيف فينا نجيب التي اندمي؟ يعني الكونسنتراسيون لا رياكتيف ليميتون على التي اندمي هي الكونسنتراسيون لا رياكتيف ليميتون انيسيال على دو، فاذا راح نص. او النومبر دي مول لا رياكتيف ليميتون على التي اندمي هي النومبر دي مول لا رياكتيف ليميتون انيسيال على دو، طبعا طالما الفي كونستانت. إذا راح نص الآن بده يروح نص الكونسنتراسيون. طيب بالجراف كيف نجيب التي اندمي؟ حنشوف قدامنا هيدي الجراف. إذا كان معي رياكتيف، الكونسنتراسيون لهذا الرياكتيف عم بتقل من الآن إحنا ونازلين، معناتها إذا هو بأول رياكسيون كان أ، على التي اندمي راح يكون 0.5 أن سور دو. 0.5 بناخد خط على الكورب بننزل بنجيب التي اندمي، هيدي بتكون التي اندمي بنجيبها على الجراف وبنرجع بننسخها على ورقة الأجوبة. هل التي اندمي هي التي فينال على اتنين؟ أكيد لا، يعني احنا بنعرف انه سرعة الرياكسيون مع الوقت عم بتقل، مشان هيك التي اندمي هو أقل من التي فينال على اتنين، بما انه بلشت سريعة وصارت تخف سرعة الرياكسيون. طيب طبعا هون في حال اذا نحن مش رسمين رياكتيف ليميتون بيكون التاني هو نصه، يعني A مع B. اذا انا رسم ال B وال A رياكتيف ليميتون، ال A بيصير نصه، نقدر نجيب ال B بانه نعمل رابور بيناتهم قد ايه صار. حنشوفوا هذا بالتفصيل بوقت الاكزرسيس. ملاحظة انه بدنا نشدد على كلمة ليميتون، انا اذا ماني جايب الرياكتيف ليميتون لازم يجيب الرياكتيف ليميتون بعدين نجيب التاني. هنشوف نحنا انه اذا راح نص الرياكتيف ليميتون يعني بتألف نص البرودوي، يعني التي اندمي فينا نعرفه سي لو تون او بو ديكال لا مواتي دي لا كونتيتي فينال دو برودوي اي فور. فاذا يا بيروح نص الرياكتيف ليميتون يا بتألف نص البرودوي، يعني النومبر دي مول البرودوي على التي اندمي هي النومبر دي مول برودوي فينال على دو، او كونسنتراسيون البرودوي على التي اندمي هي كونسنتراسيون برودوي فينال على دو. طيب اذا معي جراف في حالتين، الحالة الأولى مثل ما عم لاحظ هون وعم شدد على هذا الموضوع، آخر شيء الكورب ثبت. إذا آخر شيء الكورب ثبت أو معي تابلو، تابلو آخر فالوران مثل بعضهم، يعني هذا البرودوي بآخر رياكسيون. عم نشوف إنه البرودوي بآخر رياكسيون 0.00 عفوا. يعني البرودوي على تي اندمي هي 0.01 سور دو 5.3، بنجيب خط وبننزل بنجيب تي اندمي. ملاحظة كتير مهمة، إذا معي كورب هيك هيدا ما بحق لي أعتبره التي فينال، ما فيني أقول لهم التي فينال 13، يعني واضح إنه الكورب بعده عم بيزيد، يعني الرياكسيون بعد ما خلصت. طيب شو بعمل؟ بسيطة، بدي أجيب البرودوي فينال من الرياكتيف ليميتون مثل ما كنا نعمل بالدروس اللي قبل، يعني بدي أجيب الرياكتيف ليميتون ومنه بجيب البرودوي فينال، بقسمه على 2 بيطلع عندي البرودوي على التي اندمي إدي. فاذا هون تي اندمي اول شيء لازم تتعرف، اذا ما اذا رسم رياكتيف سي لو تون او بو ديكال لا مواتيي دو رياكتيف ليميتون اي كونسومي، اذا رسم برودوي سي لو تون او بو ديكال لا مواتيي دو برودوي فينال اي فور. بنجيب الديل فالور على تي اندمي ومن الجراف بنجيب التي اندمي. حنطبق باثنين اكزامبل، اول اكزامبل وهذا اللي شرحنا عليه درس البي بي اس، اعطيني هيدي الايكواسيون دو اتش دو او دو بتعطينا دو اتش دو زو مع او دو، وهذا التابلو عم ببين كيف عم تغير الاش دو او دو مع الوقت، واضح ان الاش دو او دو هو الرياكتيف ليميتون وما في غيره اصلا. ديترميني لو تون دي رياكسيون، اول خطوه لازم اعرفها مثل ما شفنا سي لو تون او بو ديكال لا مواتيي دو رياكتيف ليميتون اي كونسوم، بيروح نصهم. انا شو معي؟ كونسنتراسيون، معناتها كونسنتراسيون الاش دو او دو على تي اندمي هي الكونسنتراسيون الاش دو او دو انيسيال على دو. الواحد بيقول لي هيدي الريستون هيدي رياجي، على تي اندمي الرياكتيف ليميتون رياجي والريستون قد بعض، لانه اذا راح نصه بفضل نصه، فاذا هيدي الوقت الوحيد يلي الرياجي والريستون قد بعض.
يكون الأشد أو ده عطي عندما هي الإنيسيال عدو وين الإنيسيال عطي إيقال زيرو هذه الإنيسيال ما نعرف 5 فا دي سبسانس موان دو على دو 2.5 فا دي سبسانس موان دو مول لتر ماس. فضل بدنا نركز مظبوط كيف نجيب التي اندمي على الجراف. أول شيء وين هي 2.5؟ عندي 0.8 2.4 0.2 بتعرف وين هي هون. كيف بعرف وين هي؟ شرحناها هذه بدرس الفيتاس. بقسم الفالور على الاشل يطلع كم سنتيمتر. كل سنتيمتر هي 0.8 2.5 طبعا فوا دي سبسونس موان دو نقسم 2.5 على 0.8 يطلع 3.1. فإذا حنكمل هلا معناتها هيدا بنعد مربع 2 3 فاصلة 1 برجع بعيد كيف انجابت نقسم الفالور على الاشيل كأعرف كم تعرف كم سنتي من 3 فاصلة 1 بناخد خط على الكورب وبننزل لتحت هيدي التي اندمي بس دائمتها هيدي كيف فينا نعرف دائمتها نفس المبدأ دايما عم نستعمله ما هو صعب ابدا بعرف كم سنتي انا معي سنتي فاصلة 9 كل سنتيمتر هي 6 1.9 سنتيمتر نعرف قد ايه القيمة 6 مينوت هذه أكيد مش 6 سكوند فإذا قسنا كم سنتي بيطلع 1.9 كل سنتي 6 1.9 قد ايه بتكون الـ تي اندمي هنشوف قدامنا تي اندمي هي 11.4 ننقلها على الورقة قدامنا الحالة الثانية إذا أنا رسم برودوي هيدي الرياكسيون نفس الكور بشرحنا على أساس درس الفيتاس عملنا ميلانج من 9.2 ملي مول اس سي ال مع مي اونكسي المي المفروض حطينا نحن اونكسي طيب السؤال هو ديترميني تي اندمي كيف فينا نجيب تي اندمي أول شيء أنا هون رسم برودوي لأنه واضح أنه عم بيزيد أو أنه حسب الإكواسيون الار او اش هو برودوي معناتها بدنا نتعرف بالنسبة للبرودوي تعريفها سي لو تون او بو دوكيل لا مواتيي دي لا كونتيتي فينال دو برودوي اف وان دايما اول شيء بحط التعريف والتعريف لازم يكون حافظينه يعني نومبر دي مول للار او اش تاع اندمي هي نومبر دي مول ار او اش فينال سور دو هل ار او اش فينال معيها لا لاحظوا الكورب ويت فيرجول ناف اللي قبلها ويت فيرجول ويت ما سبتت التابلو عفوا هذا مش الكور فاذا بعد ما ثبتت هذه الفالور بعدنا عم بتزيد طيب شو بدي اعمل معناتها لازم نجيبها من الرياكتيف ليميتان مين الرياكتيف ليميتان هو ال ار سي ال هيدا عطينا ال ان انيسيال 9.2 لانه هن عطينا المي اونيكسي معناتها النمبر دي مول ار او اش فينال قد النمبر دي مول ار سي ال انيسيال على 9.2 على 2 بيطلع 4.6 ملي مول يعني 4.6 فوا 10 بسونس موان 3 مول فإذا هون الكورب ما ثبت لو كان 8.9 8.9 كنا استعملنا هذا الفينال مشان هيك جبت ال R و H فينال من خلال قد ال N انيسيال لل R سي L لأنه هو رياكتيف ليميتون وقسم تحت طيب كيف بدنا نجيب التي اندمي على الكورب؟ أول شيء وين هي هي النقطة؟ كالعادة نحن عاطينا كل سنتيمتر هي 1.2 4.6 كم سنتي نقسم 4.6 على 1.2 تنعرف كم سنتيمتر بده يطلع الجواب 3.8 فإذا بيطلع الجواب 3.8 3.8 شو سنتيمتر بنعد مربع 2 3 و8 تيري ناخد خط على الكورب ومننزل لتحت هيدا هو تي اندمي اوكي بس ادي الفالور هيني جدا نفس المبدأ عم نعمله انا بعرف كم في مربع وبعرف انه كل سنتيمتر هي 5 مينوت كم سنتيمتر طلع هيدا سنتي فاصلة 1 2 3 4 5 6 او فاصلة 7 كم ده بيطلع القيمة تبعيته 1.6 فاصلة بيطلع 8.5 مينوت فاذا بنرجع نعيد واحد كرو سبعة تيري فاذا هون التي اندمي تطلع 8.5 مينوت
موافقين جميعا. في حال وجود أي شيء بالفيديو عيدوا مظبوط تتفهموا. إذا في أسئلة معكم رقمي فيكم تسألوا.